هي فاطمة بنت رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وهي أم الحسنين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها ويكرمها، وكانت صابرة دينة خيرة صينة قانعة شاكرة لله. تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء علي لرسول الله وقال: يا رسول الله، ابن بي واسمح لي بالدخول بها. قال صلى الله عليه وسلم: أعطها شيئا. فقال: ما عندي من شيء. قال رسول الله: فأين درعك الحطمية؟ قال: هي عندي. قال: فأعطها إياه. وعاش حياة سعيدة هانئة، وأنجب رضي الله عنه منها الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. بعد مرور سنوات أراد علي بن أبي طالب الزواج على فاطمة ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فخطب بنت أبي جهل عدو الله وفرعون هذه الأمة. فلما سمعت بذلك فاطمة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا أبي، إن قومك يتحدثون أنك لا تغضب لبناتك، وهذا علي ناكح ابنة أبي جهل. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تشهد يقول: أما بعد، فإني أنكحت أبا العاص بن الربيع فحدثني فصدقني ووعدني فوفى لي، وإنما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها، وإنها والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل واحد أبدا. فترك علي الخطبة. فقد منع النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب من الزواج على ابنته فاطمة رضي الله عنها رغم أنه مباح. فقال العلماء: من الأسباب التي من أجلها منع النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب من هذا الزواج أن في هذا الزواج إيذاء لفاطمة، وإيذاؤها إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم، وإيذاء النبي صلى الله عليه وسلم من كبائر الذنوب. وقد بيّن ذلك صلى الله عليه وسلم بقوله: وإنما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها، وخشية الفتنة على فاطمة رضي الله عنها في دينها. فقال صلى الله عليه وسلم: إن فاطمة مني، وإني أتخوف أن تفتن في دينها، لأن الغيرة من الأمور التي جبلت عليها المرأة، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن تدفعها الغيرة لفعل ما لا يليق بحالها ومنزلتها، وهي سيدة نساء العالمين. واستنكار أن تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله في عصمة رجل واحد كما قال صلى الله عليه وسلم: وإنها والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل واحد أبدا. وتعظيما لحق فاطمة وبيانا لمكانتها ومنزلتها، قال ابن حبان: هذا الفعل لو فعله علي كان ذلك جائزا، وإنما كرهه صلى الله عليه وسلم تعظيما لفاطمة لا تحريما لهذا الفعل. ففي هذه الأسباب مجتمعة أو متفرقة هي التي من أجلها منع النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب من هذا الزواج. وليس في القصة أدنى مستمسك لمن يحاول التشبث بها، وقد دفع النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللبس والوهم بقوله في نفس القصة: وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما. هذا والله تعالى أعلم، وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.